Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafaqa wal khadiru ala nabiyyina wa alaihi afdalu salati wa salami awwala dukhuli il Iraq. Wa lam yakun ash-shaykhu ya'rifu wa sharata alaihi al khadiru alla yukhalifa wal mukhalafatu sababu al firaq. Faqala lahu al khadiru qad hauna faqada fil makani alladhi ashara bil qud fi thalath sinin. يأتي في كل سنة مرة ويقول له ولا تبرح عن مكانك حتى آتيك ونام مرة في إيوان كسرى من المدائن في ليلة باردة فأظلم وذهب إلى الشات واتصل ثم نام فأظلم وذهب إلى الشات واتصل ووقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة ثم صيد على جدار الإيوان خوفا من النوم محافظة على الطهارة وكان كلما أحدث توضأ ثم صلى ركعتين ولا يجلس على ذاته قط ولم يزل الاجتهاد دابه وتنطرق من الله الحال وأنا وان الوصال وبدت له أنوار الجمال فخرج على وجه الوجه لا يأي غير ما هو فيه ويتضار بتخرس والجنون يأتاه من ليل المرستان مرات إلى أن اشتهر أمره فقال أسره علما وعملا وزهدا ومعرفة ورياسة وقبولا وطار صيت وسر ذكر مسير الشمس وأوكي أن وجد معلومة فكي من علماء بغداد وجمع كل واحد منهم مدة مسائل وجاءوا إليه ليمتحنوا فلما استقر واترغ الشيخ فضارت من صدري باركة من نور فمرت على صدر مئة فكي فمت ما في قلوبهم وبيتوا واضطربوا وصاروا سيئة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم ثم صيد الشيخ الكرسي وجاب عن جميع مسائلهم فاعترفوا بفضله وقضوا له من ذلك الوقت وكان رضي الله عنه يقرأ في 13 علما التفسير الذي تبع الخلاف والوصول والنقو والقراءة وغير ذلك وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكان علماء العراق يتعجبون من فتوى ويقولون سبحان من طور في إليه مرة سؤال نجد العلماء وجوابه سورته رجل هلوى بطلق ثلاث أنه لا بد أن يعبد الله تعالى عبادتين يفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت فما خلاصه فقال رضي الله عنه على الفور خلاصه أن يأتي مكة المكرمة ويخلي المطاف له فيطوف أسبوعا واحدا وتنال يمينه فلله دره رضي الله عنه اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.